بهذه الطريقة البدائية وفوق هذه العبارة المصنوعة من البراميل، يقطع فلاح قرية حجرية في سكيكدا وادي القبلي من أجل خدمة أراضيهم التي يفصلها الواد عن سكناتهم والواقعة بإقليم بلدية القلة. هذا قارب تقليدي، الصنع مخدوم ببراميل الزيت الفارغة مع خشب. هذه درناها ألم من أجل عبور هذا الواد 3-4 كيلومتر، وهما يعودوا يروحوا طريق من هيه كبيرة يروحوا 10 كيلو، ويسبب عائق كبير. من احنا نخدموا الفلاحة، عندنا الفراولة، عندنا بيوت بلاستيكية، جميع الخضروات عندنا، اسطبل أبقار تسمين العجول، عندنا دواجن. يا كبير بير هذا اللي اخترعها، الله يكثر، الله يجعله في الجنة اللي اخترعها. كل ما هذه كنا احنا وضعنا يعني لحين اخويا بنبن سنة من هذا هو الجسر. الجسر يعني اللي يقطع بين اسم المنطقة الفلاحية نتاعنا والأرض نتاعنا والمنطقة. هذا الواد وهذه العبارة كانا شاهدين على عدة حوادث مروعة نجا منها الفلاحون بأعجوبة. هذيك النهار طبيا بالمرة روز ما تعرف بيا بها، ولا نروحوا بيا بها نغرقوا بيا بها، ما وصلناش للقاع. هات واحدة لوسي وتكبت عليها الفلوكة، حتى داوها للسبيطار لوسي، حتى دخل للسبيطار. هي انا ما طحت شيء، بصح هاي فين حصلتني. ها كاينين اللي طاحوا، كاينين اللي قلت لك مساكن شي بكبار مساوك الدراري صغار طاحوا منها قريب. قلت لك المزيان كاين اللي يعرف يعوم. حب فلاحي القريه لارضهم وتمسكهم بها جعلهم يخاطرون بحياتهم يوميا لخدمتها براميل مربوطه ببعضها البعض، واملهم الوحيد جسر يعبرون عليه اليها.